أنباء عن جمع التوقع النيابية لعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية مطلع الأسبوع المقبل، والخميس موعد الاجتماع الحلبوسي مع رؤساء الكتل. الإطاحة بإرهابيين ضمن عمليات الإرادة الصلبة في جبال قراتشوغ، وجهاز مكافحة الإرهاب يكشف عن حصيلة عملياته لستة أشهر. الأزمة المائية تصل مدايات مرتفعة وسطى وجنوب البلاد، والحكومة تعلن عن حملة لإنهاء التجاوزات المائية. أهلا بكم. أعلنت مصادر برلمانية للفرات أن عددا من النواب جمعوا تواقيع نيابية من أجل عقد جلسة للبرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية. وقالت المصادر أن عددا من النواب جمعوا تواقيع نيابية لعقد جلسة للبرلمان يوم الخميس المقبل أو بداية الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية، فيما أعلنت هيئة رئاسة البرلمان أن البرلمان سيحدد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع المقبل بطلب من الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل التوصل إلى توافق كردي حول مرشح الرئيس. وكانت هيئة رئاسة البرلمان قد عقدت اجتماع لرؤساء الكتل النيابية يوم أمس، واتخذت من خلاله عدة قرارات، ودعت هيئة الرئاسة لعقد اجتماع ثاني لرؤساء الكتل النيابية من أجل أن تكون هناك مساحة من الوقت للوصول إلى تفاهم بينهم، حيث تم تحديد اجتماع ثاني لرؤساء الكتل النيابية يوم الخميس المقبل لبحث ما توصلت إليه القوى الكردية بخصوص التوصل إلى توافق لمرشح منصب رئاسة الجمهورية. حدد نائب رئيس مجلس النواب شخوان عبد الله أحمد شرطا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وقال نائب رئيس مجلس النواب في بيان إن المجلس لن يكون طرفا في الخلافات والمشاكل، وطالما فشلت بعض القوى السياسية في الاتفاق على شخصية وطنية لرئاسة الوزراء قادرة على قيادة البلد في الظرف الحالي وهذه المرحلة الصعبة، وأكد أن مجلس النواب ينأى بنفسه عن الصراعات والخلافات السياسية ويحرص على الإسراع بتشكيل الحكومة وعدم تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية ما لم يسبقه اتفاق سياسي خارج المجلس واستكمال الاستحقاقات الدستورية. وأشار إلى أنه أمام المجلس واجبات ومهام كبيرة تتعلق بالتشريعات والقوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية. ودعا عبد الله القوى الوطنية لضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات والاتفاق على اختيار ترشيح الشخصيات لرئاستي الوزراء والجمهورية حتى يتسنى لمجلس النواب القيام بدوره والمضي بالإجراءات القانونية وتحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر، ولفت إلى أن مجلس النواب لن يكون ساحة لتعميق الخلافات ويسعى من أجل توحيد الرؤى للقوى السياسية. أكد مراقبون أن الإطار التنسيقي لا زال ينتظر القوى الكردية لحسم قضية مرشح رئاسة الجمهورية والمضي باختيار رئيس الوزراء، فيما شدد آخرون على ضرورة تنازل القوى السياسية من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة. تقرير صباح حكيم. الأسبوع المقبل بداية للفصل التشريعي الثاني وعودة مجلس النواب للانعقاد شبه اتفاق سياسي على هذا الموعد لاستكمال الاستحقاقات الدستورية والتي تأخرت كثيرا، وينتظر الإطار التنسيقي من القوى السياسية الكردية حسم أمر مرشحها لرئاسة الجمهورية ليتم بعدها الشروع بإعلان مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئاسة الوزراء بشكل رسمي. حسم الموضوع في عملية اختيار السلطة التنفيذية بالنسبة لقوى الإطار مهم جدا، وربما قد تكون هي الركيزة التي ترتكز عليها المرحلة المقبلة. يجب أن لا يكون السرعة في عملية الاختيار بدون الدقة في الاختيار لرئيس السلطة ومنهاج السلطة التنفيذية حتى يكون على الأقل فارق في إدارة المرحلة القادمة ويكون فيها رضا للجمهور العراقي. وخلال ساعات قادمة سيكون هناك اجتماع لقادة الإطار التنسيقي
يحدد فيه موعد جلسة اختيار رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل، فيما أكدت بعض المصادر على أن الإطار التنسيقي قد يعلن عن مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء خلال 72 ساعة مع استمرار مفاوضات الإطار التنسيقي والكتل السياسية الأخرى لإنهاء عقدة تشكيل الحكومة. يجب أن يكون هناك تنازل وحلحلة في الأمور من أجل تشكيل الحكومة القادمة. الإطار التنسيقي يجب عليه تكثيف الجهود والمفاوضات داخل الإطار التنسيقي ومع الكتل الأخرى من أجل المضي بتشكيل الحكومة، كونه بعد انسحاب التيار الصدري أصبح على عاتق الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة القادمة. وتتفق جميع الأطراف على أن الإسراع بتشكيل الحكومة وإنهاء الانسداد السياسي والفراغ الحاصل يجنب البلاد المزيد من التعقيدات والمشاكل التي بدأت تطفو على السطح، فيما سيتم اعتماد الطرق الديمقراطية في اختيار المرشح لمنصب رئاسة الوزراء ومن خلال انتخابه داخل الإطار التنسيقي وبالتوافق مع الكتل السياسية الأخرى. صباح حكيم الفرات، بغداد. أعلن النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي بأن الخميس المقبل سيكون موعدا لحسم مرشح رئاسة الجمهورية، وأضاف الكاظمي في مرصد خبري سابق أن الإطار التنسيقي ينتظر حسم البيت الكردي لمرشح رئاسة الجمهورية. حث الكتل السياسية وخصوصا الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي على ضرورة الخروج بمرشح لرئاسة الجمهورية لتنطلق بعد ذلك عملية تشكيل الحكومة، ورئيس الجمهورية يكلف رئيس الوزراء الذي تعرفه الكتلة الأكبر الإطار التنسيقي، ومنها يتم تشكيل الحكومة. وفي هذا الاجتماع تم تداول هذا الموضوع لمدة ساعتين، وكان التصور أنه يوم الخميس القادم لابد أن نصل إلى نتائج، أو بداية الأسبوع القادم يتم انعقاد جلسة مجلس النواب. عقد تحالف العزم اجتماعا استثنائيا موسعا لبحث تطورات المشهد السياسي، وذكر التحالف في بيان أنه عقد اجتماعا استثنائيا موسعا بحضور قياداته وعدد من نوابه لبحث مستجدات المشهد السياسي ومناقشة آخر التطورات، وأضاف أن الاجتماع ناقش ضرورة العمل على استمرار الحوارات والمفاوضات وضرورة تغليب لغة الحكمة والتفاهم وتقديم المصلحة الوطنية العليا بهدف حسم الخلافات وتعزيز النقاط المشتركة بين الأطراف الوطنية لغرض تشكيل حكومة قوية ومقتدرة بأقرب فرصة ممكنة لتجاوز الأزمات الاقتصادية والأمنية. بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس المجلس القيادي في تحالف قوى الدولة الوطنية حيدر العبادي تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وذكر بيان لمكتب العبادي أن الجانبين بحثا في اللقاء مجمل الأوضاع السياسية والحراك السياسي الذي يشهده البلد لإكمال الاستحقاقات الدستورية ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه الشعب العراقي الذي يأمل بتوفير مستلزمات العيش الكريم والخدمات وفرص العمل والبناء والإعمار خلال المرحلة المقبلة. أعلن عضو الإطار التنسيقي كاظم الحيدري عن قرب حسم ملف رئاسة الوزراء، وقال الحيدري أنه سيتم حسم ملف رئاسة الوزراء قريبا، وبمجرد أن يتم الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية سيكون الإطار قد قدم مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة. وأضاف أن السيناريو المطروح أنه بالجلسة ذاتها التي سيتم انتخاب رئيس الجمهورية سيجري تكليف رئيس الوزراء. وتابع الحيدري أن الآلية التي ستطرح لانتخاب رئيس الوزراء هي أن يتم التوافق بين رؤساء الكتل على المرشح قبل طرحه داخل البرلمان. يعتزم رئيسا الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني عقد اجتماع لحسم ملف رئيس الجمهورية قريبا حسب الاتفاق المبدئي بين بافل طلباني وفؤاد حسين،
وقال القيادي في الاتحاد غياث سرجي أنه سيتم عقد اجتماع قريب بين بافل طالباني ومسعود بارزاني، جاء ذلك بعد لقاء طالباني وفؤاد حسين يوم أمس، والذي يعتبر اتفاقا تمهيديا بين الطرفين لحسم ملف الرئاسة. وأكد أنه لا صحة لأي أنباء تداولت حول الاتفاق على تنازل الاتحاد عن جميع المناصب في إقليم كردستان مقابل رئاسة الجمهورية. وأوضح سورجي أن اللقاء المرتقب لم يحدد موعده بعد، وقد يكون خلال الأيام المقبلة أو الساعات القليلة المقبلة. أعلنت خلية الإعلام الأمني انطلاق المرحلة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة في جبال قرتشوغ. وذكر بيان للخلية أنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة انطلقت المرحلة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة المشتركة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في جبال قرتشوغ والمناطق المحاذية لقضاء مخمور جنوبي شرقي نينوى. وأضافت أن العملية شارك فيها قطاعات من الفرقتين 14 و 16 من الجيش وقوات البيشمركة وجهاز مكافحة الإرهاب، وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش. وأشارت أن انطلاق العملية جاءت ضمن العمل المشترك بين القوات الاتحادية والبيشمركة وفق التفاهمات الأمنية لدحر الإرهاب والجريمة بمختلف صورها. من جانبها أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية الإطاحة بأربعة إرهابيين في محافظة كركوك. وذكر بيان للمديرية أنه خلال عملية استخبارية نوعية واستباقية تمكنت قوة من الفرقة 14 وبالتعاون مع قوة من الفوج الأول لواء المشاة 96 من الإطاحة بأربعة إرهابيين من خلال نصب كمين محكم لهم في قرية الصباغية بالزاب الأسفل التابعة لقضاء الحويجة في كركوك. وأضاف أن هؤلاء الإرهابيين كانوا ينفذون عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في جبال قرتشوغ، وهم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب. وأشار البيان أنه جرى تسليمهم للجهات المختصة أصوليا بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم. لا تزال القوات الأمنية تواصل عملياتها العسكرية وفق الخطط المرسومة لها من أجل تجفيف منابع الإرهاب في جبال قرتشوغ والمناطق المحيطة بها، فيما أكد مراقبون على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري وتنفيذ عمليات استباقية لضرب بؤر الإرهاب والقضاء على الخلايا النائمة. حسين ياسين وتفاصيل. عملية أمنية موسعة باشرت بتنفيذها القطاعات العسكرية وقوات من جهاز مكافحة الإرهاب والبيشمركة وطيران القوة الجوية والجيش في قضاء قرتشوغ بقضاء مخمور جنوب شرقي محافظة نينوى. هذه العملية التي صنفتها خلية الإعلام الأمني بالمرحلة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة وصفت بالمهمة لاستهداف أماكن جديدة سجلت مؤخرا نشاطا لعصابات داعش الإرهابية. الإرادة الصلبة هي تقضي على جيوب داعش والمنافذ التي تخرج منها داعش، لذلك هذه العمليات أرى منه أنها فعلا ستكون مجدية. مختصون في المجال الأمني بيّنوا أن تحقيق الأهداف المرسومة يعتمد على مدى دقة المعلومات الاستخبارية لاصطياد العناصر الإرهابية، لا سيما وأن هذه المناطق تتميز بالتعقيد الجغرافي الذي قد يعيق حركة القطاعات. لابد أن يكون هناك استباق في المعلومة الاستخبارية وكذلك تعاون من قبل الجهات الماسكة للأرض على مستوى قوات أمنية. ويعد انطلاق هذه العملية ضمن العمل المشترك الذي حرصت على إدامته القوات الاتحادية مع قوات البيشمركة وفق التفاهمات التي جرت مؤخرا بين المركز والإقليم لدحر الإرهابي وقطع الطريق عليه من مختلف الجوانب. وبحسب قيادات أمنية فإن استمرار هذه العمليات الأمنية والعسكرية سيضيق الخناق على تحركات العناصر الإرهابية وسيسهم في الحد من نشاطاتها وتحديدا في المناطق الشمالية والغربية من العراق. حسين ياسين، الفرات، بغداد.
أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي استمرار العمليات الأمنية ضد الإرهاب الذي لم يعد يشكل أي تهديد أو خطر على البلاد. وأوضح الساعدي أن جهاز مكافحة الإرهاب استطاع قتل 89 إرهابيا خلال الأشهر الستة الماضية، مؤكدا أنه من المستحيل عودة الإرهاب إلى العراق كما حصل في عام 2014، وذلك لاكتساب القوات العسكرية الخبرة والتنظيم والتسليح والتجهيز بعد تلك السنوات لتقف بوجه الإرهاب، مشيرا أن العراق بات يملك قوة جوية كبيرة وبمختلف الطائرات الحربية والمقاتلة، بالإضافة إلى تطور المدفعية والدفاع الجوي والمؤسسات العسكرية الأخرى، لافتا أن الجهاز يعمل على خلق بيئة آمنة من جميع النواحي ليس لمكافحة الإرهاب فحسب، وإنما لإعادة تأهيل المجتمع. إلى ذلك، رجح الخبير الأمني فاضل أبو رغيف الإقبال على تغييرات لوجستية سواء في مفاصل الجيش أو الحشد الشعبي. وقال أبو رغيف للفرات أن هنالك تقصيرا واضحا تجاه المنتسبين في الجيش أو الحشد الشعبي، ومشكلتهم تكمن في إقرار الموازنة والتخصيصات المالية، متوقعا أنه بمجرد أن يتم توفير التخصيص المالي سيتم معالجة ملفهم، لكن بصورة لا تتجاوز على التخصيصات المالية لباقي الصنوف العسكرية الأخرى، مرجحا الإقبال على تغييرات لوجستية قد تكون من خلال إقرار قانون خدمة العلم أو فتح باب التطوع لزج دماء جديدة في السلك العسكري، وجميع الخيارات مطروحة بما يتعلق بهذا الملف. تزايدت معدلات نزوح المزارعين من جنوب العراق إلى المدن خلال الأشهر الماضية، وذلك بفعل اتساع رقعة الجفاف وانخفاض منسوبي المياه في حوضي نهري دجلة والفرات وجفاف المسطحات الأهوار المائية بشكل غير مسبوق. هذا وطالبت لجنة الزراعة والمياه النيابية بتأسيس مجلس أعلى للتفاوض مع دول الجوار بشأن الحصص المائية بعد أن فشلت وزارة الزراعة والموارد المائية بالخطط الزراعية، فيما شهدت محافظة الديوانية وقفة احتجاجية لسكنة القرى والأرياف على خلفية شح المياه الكبيرة فيها الذي أثر سلبا على حياتهم اليومية في المحافظة التي يمتهن 65% من مواطنيها الزراعة. لم يبقى من أنهارها الإروائية غير التشققات التي أصابت الأرض بفعل الجفاف الذي ضرب معظم الجداول والأنهار في المثنى، فيما عزته المحافظة إلى أن التجاوزات على الحصص المائية قد حولت مسطحاتها المائية جرداء يابسة. محمود قاسم والتفاصيل. يبدو أن عجز الحكومة الاتحادية عن رفع التجاوزات الحاصلة على حصة المثنى المائية لم يكن نهاية الأزمة، فما زاد التربة جفافا وعطشا منع حفر الأبوار الارتوازية بسبب الجفاف وانخفاض مناسيب المياه الجوفية ومياه النهر. الآن تجاوزات كبيرة في محافظة الديوانية ولا زالت مستمرة، ولا زالت وزارة الموارد المائية والحكومة الاتحادية عاجزة عن الحد من التجاوزات الحاصلة في محافظة الديوانية وخصوصا من المتنفذين والمزارعين الكبار. فالمحافظة ترفض رفض قطعي لهذه الخطة الزراعية التي فيها غبر كبير للمحافظة. الموضوع الآخر هو موضوع الآبار في بادية المثنى والذي أيضا أثر كثيرا على فلاحينا، حرمان
كثير من المتعاقدين ومن المتقدمين على العقود من توفر الحصة المائية بنسبة 80% أو أكثر من 80% من المعاملات المقدمة للوزارة على التعاقد وحفر الآبار ترفض من وزارة الموارد المائية، كذلك من شركات الاستثمار لم تعطى لها موافقات. فلاحون وصفوا ما يحصل من تعقيد في منح الإجازات لحفر الآبار الارتوازية في بادية المحافظة وتحجيم المساحات المزروعة على مياه النهر يشكل تهديدا خطيرا لمستقبل الزراعة ومصدر رزق المزارعين. احنا ما قاعد زراعة هسه زراعة صيفية، ما اعطانا خطة زراعية بسبب يقول استنزاف المياه بالمياه الجوفية. احنا نقول الامن الغذائي شلون راح يتوفر اذا الدولة امس قررت قانون امن غذائي؟ شلون يتوفر اذا ماكو زراعة؟ الزراعة دجلة والفرات ماكو ماي، هذا انتهينا منهن. اراضينا اللي هنا موجودة على دجلة والفرات ما زرعنا بيها، توجهنا للبادية لحفر الابار وعقود زراعية عندنا خسرنا وناس تعبت وحفرت ابار ومنعوها من حفر الابار، لحد الان هسه الناس ما جايه تزرع بالبادية بسبب سحب الاجازات من بعض الفلاحين. احنا اشتغلنا كل واحد عنده مزرعة 500 دونم و1000 دونم و100 دونم، يعني الناس دابة مبالغ، هذا دابة 200 مليون، هذا دابة 300 مليون حسب المساحة مالته، بس يعني مصاريف ذبينا الارض عادناها بفلوس، يعني احنا حيينا الارض، حيينا الارض بواسطة المياه بواسطة الابار وخسرنا عليها، وحتى كهرباء عندنا ما موجوده، احنا نشتغل كله على الديزل. هو منين راح نجيبها؟ احنا اكثر الناس عندنا، اكثر عندنا الفلاليح ماخذه سلف المصرف الزراعي واشتغلت، واكثر الناس راهنه بيوت، واكثر الناس باعت عندها عقار بالولايه وخذ، يعني ما الناس خسرت هوايه. ستبقى هذه الارض جرداء ما لم تفعل الحكومه الاتحاديه جهودها الدبلوماسيه مع دول المنبع لزياده الاطلاقات المائيه من جهه، والضرب بيد من حديدة على المتجاوزين على حصة المحافظة المائية من جهة أخرى. من المثنى محمود قاسم، الفرات. من جانبه أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء حسن ناظم أن وزارة الموارد المائية تقود حملة لرفع التجاوزات، كاشفا أن رئيس الوزراء كلف قوة أمنية لحماية الموظفين بعد تكرار الاعتداءات عليهم. وزارة الموارد المائية مشكورة تقود حملة مهمة للحد والقضاء على التجاوزات على الحصص المائية، هذه معضلة تربك عمل الوزارة في تقديم المياه على نحو عادل لمناطق العراق جميعها، ولذلك تقود حملة للحد من هذه التجاوزات، وفي أثناء هذه الحملة تتعرض لاعتداءات كثيرة، ولذلك كان هناك توجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء للقوات الأمنية بتقديم الدعم اللازم لكوادر وزارة الموارد المائية في هذه الحملة، وكان هناك أيضا تأكيد على ملاحقة أحد المجرمين الذي اعتدى بطلق ناري على أحد كوادر هذه الوزارة وهي تؤدي عملها في محافظة واسط. أعلنت وزارة الموارد المائية أن وفداً فنياً عراقياً سيزور تركيا قريباً لبحث 3 ملفات، فيما حددت موعد زيارة الإطلاقات المائية من قبل الجانب التركي. وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في الوزارة حاتم حميد إن اتصالاً هاتفياً جرى قبل يومين بين وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني والمبعوث للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تمت مناقشة الوضع المائي الحالي ومطالبة الجانب التركي بزيادة الإطلاقات المائية في العراق خلال الشهرين المقبلين للتخفيف من حدة الشح المائية، مبينا أن الجانب التركي وعد بزيادة الإطلاقات وسيشهد العراق زيادة خلال 3 أو 4 أيام. ليست قلة الإطلاقات المائية هي وحدها من تسببت بشح المياه في العراق، بل غياب الخطط الاحترازية للمحافظة على المياه والطرق الإروائية القديمة هي من سارعت لجفاف الأنهر، وهو ما يحذر منه اقتصاديون من أزمة إنسانية محتملة. سيف الله اليونس يحمل التفاصيل. الماء سر الحياة والحفاظ عليه حفاظ على حياتك، عبارة لا بد من الوقوف عندها، فانحسار مياه الأمطار وعدم بناء السدود وتقليل حصة المياه إقليمياً عوامل اتفقت فتضافرت فباتت تنذر بكارثة بيئية وزراعية. انخفاض المنسوب بسد دوكان وقلة الإطلاقات ودول الجوار، والواقع هي استخدامات الغلط أو عدم إنشاء السدود واستخدام المياه بصورة صحيحة
والخزين وكل هذه الأمور اللي تقع على الدولة. يعني هي الدولة اللي مقصرة في هذا الموضوع. يعني احنا كل نقول دول الجار قطعت الماي ولا، بس احنا ليش ما اتخذنا اجراءات هالسنين اللي فاتت؟ يعني طول 20 سنة احنا كل شيء ما سوينا، بلوكه مال سد ما بنينا، دجلوا الفرات همينا يقل، لان هذا منين يجي الماي؟ لو من تركيا لو من ايران، اذا هذول عندهم سدود كله راح ياثر على الجفاف العراق. هسه الاغوار مثلا شوي 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 راح احنا منطقتنا، يعني منطقتنا يوم عن يوم من قلة الأمطار يصير جفاف، وما عندنا مثلا آبار ارتوازية. يعني هسه تروح على سد دوكان، يعني اليوم أنا سامع يقول درب النيخان نص نازل. حفر الآبار أحد حلول شحة المياه في قرى أطراف كركوك، والذي تبنته منظمة خيرية بتبرعات ميسوري الحال كصدقات جارية، ويبقى دعم الحكومة لهذا الجانب وتنظيمه أساسا في التقليل من أضرار الجفاف. شرعنا بحفر عدد من الآبار في بعض القرى النائية في محافظة كركوك اللي تعتمد بشكل كلي على الزراعة وأيضا على تربية المواشي. هناك مساهمات من الشخصية من الأهالي وحفر الآبار كصدقات جارية في هذه المناطق. نطالب الحكومة بدعم أكبر لتوفير عدد من الآبار في عدد من هذه المناطق، خصوصا أن هذه المناطق تشكل نسبة كبيرة من الدعم المنتوج الوطني الزراعي. يذكر أن الزاب الأسفل أحد روافد دجلة يغذي مئات آلاف الدوانم في كركوك، وأن انخفاض مناسيبه أدت إلى العزوف عن زراعة الكثير من المحاصيل الموسمية من قبل الفلاحين. قلة الأمطار شتاء وانخفاض مناسيب الأنهر صيفا ينذر بخطر كبير يواجه الفلاح هنا في كركوك، خصوصا أن روافد الزاب الأسفل التابع لنهر دجلة يعاني انخفاضا كبيرا في مناسيب المياه. من كركوك سيف الله اليونس، قناة الفرات الفضائية. كأن الماء لم يطأها منذ عقود، أرض جرداء لا حياة فيها ولا ماء، تلك هي أهوار تشبايج التي باتت تشكو الظمأ، حيث يبادر للمشاهد للوهلة الأولى حجم الكارثة التي حلت بأكبر ثروة مائية وحيوانية وإنسانية في الجنوب، عندما تحولت أهوار تشبايج العظيمة إلى صحراء قاحلة. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.